تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء هذا نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا سيدي بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي تحقق لمملكة البحرين بفوز منتخب كرة القدم ببطولة اتحاد غرب آسيا والتي أقيمت في جمهورية العراق الشقيقة، أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بهذه النتائج المشرفة التي تسجل بأحرف من نور في سجل الإنجازات الإقليمية والعالمية التي تحققت بفضل سياسة الحكومة برئاسة سموكم حفظكم الله، مشيدا بكل الاعتزاز بدعم سموكم الكبير لأبطال المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وبحرصكم حفظكم الله على تهيئة كافة الأسباب التي تدفعهم نحو منصات التتويج. حفظ الله سموكم الكريم ذخرا وعزا للوطن، وتقبلوا فائق التحية والاحترام ابنكم علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.